لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ حدسب أنت دا توحيد انتينا نمنتينا نمهار انتي دا أيلو حتيتكا لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد مخنياتو توحيد رب سبحانه وتعالى نبروتو نجدن زغبرو حق سلازغون خلقنا لنوحد الله مخنياتو تفطرنا له مخنياتون نحدا غويتا نحدا الله لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد زخونا يخون ناي عبادات انت رب ازز كوينو بتوحيد يزز لا يدخل الجنة إلا موحد حدسب جنة ما أتونيو موحد زخونا تراي تزي كوينو قد تكون أنت تمشي في الشارع مثلا يسألك بعض الناس يقول هل أنت موحد؟ من قدخ نكيد كلنا من البات حدسب يحتنا موحد ديخا برب حدا تأمن ديخا تقول نعم أنا موحد وأنا بحدا الله أمن يتبل يقول لك ما هذا التوحيد؟ توحيد مالت انت اي انت دعي لك بينه لي قرص اللي انت دعي لك اذا لم تعرف التوحيد بالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه ان هذه الشهاده شهاده الزور هذا كذب انت دعى بتي رسول عليه الصلاه والسلام مزمصو ملك انت دعى زي جليز قالو غنا بتخكل يتردى كاين مالتي ثم قد يسالك حتى كوني خلي يقول هل انت مشرك بربي شركة قبر دي هاي اللي حتىك تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك بربي عقب أنا مشرك هيكون كنت بل يقول طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك وتتبرأ منه بس أعوذ بالله الكاب رب تعقب كاي الشركي أنت أي شركي اللي كانت هذا حتيتك أنت أي تبلو إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري أنت رأى زي فليت كاي زي كيف لت كايو نبت شركون أتي خاختكون تخيلها إذن أهم ما علينا تعلم التوحيد حتى نعمل به وتعلم الشرك حتى نحذر منه والله أعلم سلزي أنت إذا ردأنا زمالتي حدسب توحيد كفلت الله بتخكل قويتو أخك الزا بتغاران دمما بتسعرار دمما شرك كفلت الله من تانكت انقوه مالتي